تعديو البانيل الثاني اللي ما تخافوش راني مش مد وجهي باش نقدم، وانا مانيش انا باش نقدم، جوست باش نقدم المقدم ونخليها مع بعض. فهمتني؟ اللي هو من الشباب اللي يشرفنا برشا ديما في النشاز باش نخدموا معاهم ويكونوا مع بعضنا في الحركية اللي قاعدين نحاولوا نعملوا بها في اطار تحريك السواكن كما نقولوا. دونك معاكم رامي عبد المولى، محمد رامي عبد المولى اللي هو جاي من ديما كان يجد واحد نقول له من اوريزون جاي، يعني يقصد من اختصاص واحد، هو فرنسية استاذ لغة فرنسية، ولكن الخاصية نتاعو كونه إلي دون لو جورناليزم وإلا كروي ما والله العظيم ماهيش زيادة، إلا اون تخي بيل بلوم أون أغاب، وتنجموا تدخلوا للسفير العربي تحطوا محمد رامي عبد المولى، عنده بليزيوغ زارتيكل على في السفير العربي اللي يتناولوا قضايا مجتمعية واجتماعية في تونس افيك سورتو لو ستيل. انا واحد الناس مريض برشا بالستيل وبالكلمة، جاكورد انورميمون دامبورتونس اي لو ليغ ايت ان ريغال. هذا اللي عندي باش نقول لكم، نتمنى شوية ممتعة ونخليكم معاه بور كيل جيغ لو ديبا.